اليوم هو اليوم العالمي للعمل الخيري، وما أحوجنا إلى مثل هذه الأعمال في عالمنا العربي الذي يعاني معظمه من حروب وأزمات اقتصادية خانقة وفقر مدقع يحاصر عددا كبيرا من أبنائه. نشاهد هذا التقرير ثم نبدأ النقاش. الخامس من أيلول سبتمبر اليوم العالمي للعمل الخيري، وهو تقدير سنوي لدور العمل الخيري في التخفيف من الفقر والمعاناة حول العالم، وتقدير لجهود المنظمات الخيرية التي تساهم في تخفيف المعاناة على مستوى العالم. الوضع الإنساني بسبب ازدياد عدد الفقراء في العالم مع انتشار الحروب وازدياد عدد اللاجئين وتراكم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، خصوصاً بعد جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا، يزيد الوضع مأساوية. ربما يكون للمنظمات الخيرية خصوصية أكبر في بلادنا، ويكون وجودها أكثر إلحاحاً، حيث الفقر ينهش البلاد والبطالة تنهش روح الشباب، والحروب تأتي على ما تبقى في حوزة الأرض والعباد. اللجوء والتشرد بحثاً عن الأمن والأمان جزء من الحكاية، وخيام اللاجئين تعصف بها الريح والغبار صيفاً ويغطيها الطين في كل شتاء، وتستصرخ المساعدة. فمن يسمع هذه الأصوات ويستجيب لهذا الأنين؟ فأين الحل وأين السبيل؟ ومن يرفع عن الفقير ومن يدفع عن المعوز حاجته؟ تقول مسؤولة في منظمة أوكسفام إن ملايين الأشخاص يعانون مجاعة حادة في شرق إفريقيا وغربها وفي اليمن وسوريا، وقد يصل عدد الذين يعانون نقص تغذية إلى 827 مليوناً هذا العام. ومع تفاقم هذه المشاكل يوماً بعد يوم وفي غياب مؤسسات فاعلة، يصبح العمل الخيري ضرورة لا بد منها لرفع شيئاً من الفقر والعوز وإنقاذ المحتاجين من براثن البؤس واليأس. ولربما لا يكفي أن نحتفي بالعمل الخيري كل سنة مع أهمية ذلك، بل يجب خلق وتكريس ثقافة العمل الخيري على مدار العام. وأسعد باستضافة الاختصاصية في علم الاجتماع لنا قصقص من بيروت. أهلا بك سيدة قصقص. إذن العالم العربي الذي يعيش أزمات كثيرة، حروب، شتات، هو بدون شك في حاجة إلى العمل الخيري. إلى أي مدى يعتبر هذا الكلام صحيحا؟ مرحبا. أكيد العمل الخيري والعمل الاجتماعي هو شيء مطلوب وشيء يعني ما بنقدر نكون عم نعيش بلاه بعالمنا العربي وبالمجتمع اللي نحن عايشينه هلا، لأنه الأزمات كرمالها عم تتفاقم، الفقر عم بيزيد، التعليم عم بخف، الأمراض عم بتزيد خصوصا من بعد جائحة كورونا، البطالة عم بتزيد، فكل المشاكل الاجتماعية هي بازدياد، فبالتالي الحاجة للعمل الاجتماعي، وأنا هون بدي ركز أنه العمل الاجتماعي لازم يكون ممنهج وضمن خطة واستراتيجيات مدروسة لحتى نكون عم نقدر نحصل على نتائج جيدة. فكتير مهم نحكي عن عمل خيري وعن عمل تطوعي، بس أنا اللي بقوله أنه لازم يرأسوا العمل الاجتماعي الممنهج والخطط البعيدة المدى والقصيرة المدى والمتوسطة المدى لنقدر نعمل عن جد تغيير حقيقي بالمجتمع. هنالك أيضا أزمات اقتصادية لا سيما بعد جائحة كورونا، هل أيضا نحن في حاجة إلى تكاتف حقيقي لرأب ربما التصدع الذي شاب المجتمعات خاصة من الناحية الاقتصادية بعد هذه الجائحة؟ نعم، الأزمات الاقتصادية عادة بتكون هي المسبب والنتاج للأزمات اللي نحن بنعيشها، ونحن من ضمن البرامج اللي بنعملها بالتدخل الاجتماعي هي الدعم الاقتصادي وتمكين الشباب وتمكين الفئات المهمشة اللي معقول تكون نساء، معقول تكون يعني فئة شباب تركوا مدرستهم وصار في عندهم تسرب دراسة، ومعقول نكون عم نعمل هدول الخدمات مع رجال معقول يكونوا ما عندهم أي عمل وأي مدخول، فبالتالي نحن بنكون عم نشتغل معهم على تمكينهم مهنيا واقتصاديا عبر دورات مهنية
تتوافق مع سوق العمل مع المتطلبات الحاليه ونكون عم نوصلهم بسوق العمل. وهذا الشيء اللي كنت عم اقول لك من البدايه انه كثير مهم التدخل الممنهج بالازمات. هنالك ايضا يعني الازمات الدوليه القائمه حاليا كالحرب الاوكرانيه الروسيه الان وتأثيراتها على النقص الإمداد الغذائي لا سيما في بلد مثل لبنان، تونس ومصر. كيف تفكرون في مواجهة هذه التداعيات الغذائية الخطيرة جدا لا سيما على الفقراء؟ نعم، اللي عم تحكيه كثير صحيح، لانه نحن من وقت ما صارت الازمه باوكرانيا عم بخف كثير الامدادات الماديه والمساعدات الدوليه على لبنان وعلى المناطق اللي هي بحاجه لها. وبالتالي نعم. وبالتالي نحن اللي عم نعمله هو انه عم نحاول قد ما فينا نكون عم نرتكز على العمل الخيري التطوعي، عم نحاول قد ما فينا نكون عم نعمل مبادرات انسانيه لحتى نكون عم نخفف وطئه الفقر على العالم، لانه للحقيقه الوضع جدا جدا سيء، وفي اشخاص عن جد يمكن العالم ما بتصدق انه عم بتنام جوعانه، بس مبلا في عالم عم بتنام جوعانه، في عيال ما عندها رغيف خبز تقدر تكون عم تاكله. فبالتالي نحن اللي عم نعمله هو انه عم نعتمد على المبادرات الشبابيه والمبادرات المجتمعيه لحتى تكون عم بتامن بركه، يمكن في عندنا مطابخ مجتمعيه بنسميها بتكون صحيح. عم تعمل عم بتامن الاكل وبتوزعه بالاحياء المجاوره، فينا نكون عم نعمل تواصل مع الشرك الكبيره، هون من باب المسؤولية المجتمعية للشركات الكبيرة إنها تكون عم تفرز نسبة من أرباحها لحتى تكون عم بتساهم المجتمع شديد. اللي هي عم تشتغل العمل فيه. الخيري يقوم على دعائم كثيرة من بينها التواصل الاجتماعي، كيف تستغلون أو كيف يمكن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بغرض العمل الخيري؟ تفضلي باختصار. نعم، هلا بموضوع استخدام السوشيال ميديا، نحن كمجتمع مدني اللي بنعمل شيء اسمه كامبينز، يعني بنكون عم نشتغل على كامبينز لحتى نكون عم نعمل مثل تعبئه مجتمعيه على مواضيع متعدده، منها يمكن اللي صار وقت انفجار بيروت، تم اطلاق عده نعم. مبادرات مجتمعيه لحتى نكون أشكرك. عم نجمع شباب ومتطوعين نعم. ومساعدات ماديه. اشكرك سيده لما قصقص، وبالفعل كان انفجار بيروت مثالا على ذلك. شكرا جزيلا لك من بيروت.